بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن الانيميشن بورد او صانع الانيميشن والفيديو. قبل ما نبدا تعالوا حضراتكم نشوف الفيديو ده، نشوف جزء منه. اوكي طيب تعالوا نشوف هنا وايت انيميشن بورد. طيب تعالوا نشوف ال 3D انيميشن بورد. تمام، انا هسيب لحضراتكم رابط الموقع اسفل الفيديو في التعليقات. اول ما هتضغط على الرابط هيفتح لك الموقع بهذا الشكل. طبعا بتسجل الدخول بجيميل عادي باي ايميل. الموقع بيدعم اللغة العربية، في عربي وفي انجليزي. عندنا ايقونات بالاعلى كتير، احنا هنركز على اول ايقونة اللي هي ايقونة يكتشف. هنضغط عليها هنلاقي داخلها اشياء كتيرة. النهاردة هنتكلم عن اول جزء فيها الانيميشن فيديو. فلو ضغطنا على الانيميشن فيديو ونقول له اصنع فيديو، تمام، جايب لنا قوالب فيديو لجميع احتياجاتك، قوالب كتيرة جدا جدا، يعني شكل غير عادي. هتشوفوه حضراتكم معانا دلوقتي. احنا النهاردة هنتكلم زي ما قلنا عن الوايت انيميشن بورد اللي هي امامنا دي، مجموعة الانيميشن. فهنضغط على مجموعة الانيميشن بورد ونقول له اصنع الان. بيقول لي اكتب سيناريو او قم بتحميل اعداد مسبق او اضافة مشهد، احنا هنقول له انشاء. دي القوالب اللي هنختار منها، هختار الشكل اللي يعجبني. اشكال كتيرة جدا فوق ما تتخيله، اشكال كتيرة جدا. تعال مثلا نختار الشكل ده، اول ما هنضغط عليه هيظلله ويدينا الرقم 1. طيب مش عاجبني الأشكال دي، على يسار أهو عندنا لو ضغطنا عليها هيجيب لي أشكال تانية كتير، ممكن أختار منها برضو. نختار ده مثلا رقم 2 ونشوف على اليسار تاني، نضغط أهي جزء خاص بالمعلمات مثلا، نختار رقم 3 وهكذا. نختار المشاهد بتاعتنا كلها، آلاف المشاهد، آلاف بشكل غير عادي، تمام. في قنوات كاملة يا جماعة شغالة بس بالوايت انيميشن بورد، قنوات ناجحة جدا وقنوات عالمية. خلصنا بننزل للأسفل ونقول له إدخال، تمام. بيجيب لي الشرايح بتاعتي، نجيب أول شريحة. بيقول لي تايب يور تكست هير، يعني اكتب النص. أول مشهد مثلا هنكتب فيه السلام عليكم ونقول له حفظ وإغلاق. بيديني اختيار أو أوبشن إن أنا أكبر الخط، خلي الخط كبير مفيش مشكلة، ثم حفظ. بيديني خيار ان اغير لون الخط او شكل الخط او نوع الخط او موقع النص، تمام. خلينا في السهل دلوقتي، نكتب برضو في الشريحة التانية، تمام، موضوع اليوم عن مثلا الانيميشن بورد. ونقول له حفظ ونكبر الخط، نضغط على علامة 100% ونخليها 120% ثم حفظ. الشريحة الثالثة، اكتب النص هنا، سؤال مثلا ما هي الانيميشن بورد وهكذا. المفروض طبعا احنا لو هنعمل عرض كامل او درس كامل بنختار على الاقل في 20 شريحة عشان تعمل لي فيديو كامل، تمام. المفروض ان انا خلصت الثلاث شرايح. لو انا عاوز اضيف هضيف من علامه بلس علامه زائد. لو انا عاوز اعمل دراج، يعني اجيب شريحه مكانش، اجيب الشريحه دي الاول مثلا ما بيحرك معايا عادي، ارجعها مكانها مفيش مشكله وهكذا. خلصت، بدخل على اهم جزء عندي
كلمة موسيقى، نضغط عليها بيقول لي إضافة نقص صوتي، يعني هتكلم بصوتي على كل شريحة، بيجيب لي الشرايح شريحة شريحة أعمل عليها تعليق صوتي، مش عاوز وعاوز أخليها موسيقى زي ما إحنا سمعنا، فنختار من هنا أنواع الموسيقى كتير ونختار النوع ده مثلا وأقول له إضافة، تمام. المفروض إن أنا خلصت كده بقول له عرض مسبق، تمام. اتش دي ولا عرض مسبق مجانا؟ نخليها مجانا. هنا بيقول لي قيد المعامله. على ما يخلص قيد المعامله هنشوف هنا مثلا ال 3 دي باشكاله، تمام. ثم هنا الوايت بورد، ممكن نعمل فيديو حتى ساعه كامله مفيش مشكله، ساعتين. الموقع مجاني بالكامل مفيش اي مشكله، تمام. هنرجع هنا، هو خلاص بيقول لي جاري تحضير 1%، تمام. على ما يخلص مثلا عندي يكتشف هنا في إلهام الفيديو، صانع مقدمات يوتيوب، صانع الأنيميشن، فيديوهات مصور الموسيقى، صانع الفيديو، صانع عرض الشرائح، محرر الفيديو عبر الإنترنت، شعارات يوتيوب، شعار موقع إنترنت، ألعاب، شعارات شركة. طبعا دي كل واحدة من دول يعني على الأقل عاوز حلقة كاملة بمفردها، مش سهلة جدا. اللي سهل جدا اللي احنا قلناها النهارده اللي هي الوايت بورد، اللي هي ممكن نستخدمها في عمل العرض او شرح الدرس، او يستخدمها مثلا اساتذه الجامعه في عرضهم. قنوات كامله زي ما قلت لحضراتكم شغاله على هذا النظام. هو خلص كده، خلاص انشا الفيديو، عندي خيار تنزيل او نشر او مشاركه، لكن احنا هنعمل له عرض الاول نشوفه عمل ايه هنا. طبعا في بعض الكلمات فيها أخطاء لغوية، المفروض طبعا نرجع للشريحة ونعدلها، هنعمل تراجع من هنا المفروض ونعدل في الشريحة. أنا عاوز أحمل الفيديو، ممكن أحمله من علامة الداونلود مانجر من هنا، أو ممكن من هنا بالأسفل، وده بكل بساطة الوايت بورد أنيميشن لو كنتوا شفتوها قبل كده. شكرا لحضراتكم.